الرابع من سبتمبر 2024، استراتيجية من قناة المشهد. أهلا بكم، ويسعدني أن يكون معي في الاستوديو سيادة العميد الركن الدكتور مهند العزاوي الخبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير حضرتك يا فندم، وأهلا بك. ونبدأ بالتطورات في الضفة الغربية، وإيه أهم التطورات يا فندم اللي حصلت في آخر 24 ساعة؟ تفضل يا فندم. تحياتي لك، تحية المشاهدين. بلا شك احنا نتكلم عن أمور متدحرجة حقيقة، وربما يعني صانع القرار العسكري الإسرائيلي مصر على وضع حالة الضفة بشكل مشابه عسكريا وعملياتيا وأمنيا أيضا لوضع غزة وسياقات العمل العملياتية التي جرت فيها. اليوم نتكلم ليس فقط عن طول كرم وجنين، نتكلم عن خليل، نتكلم عن جنوب. عن كان لفترة طويلة كان معظم العمليات في الشمال، ولا تزال العمليات في الشمال، ولكن الذهاب إلى الوسط والجنوب يشير لنا بالذات مشابهة للعمليات التي نفس بدأ السيناريو بتاع غزة. نفس سيناريو غزة بدأ من شمال غزة وبدأ يقلم شيئا فشيئا حتى بلغ الوسط. المبرر الإسرائيلي في هذا المكان يتكلم عن أماكن أو مصانع للأسلحة، يتكلم عن إمداد إيراني إلى الفصائل، يتكلم عن حالة قلقة أمنية، وبالتالي يتطلب وجوده في هذا المكان. فكأنه هو بيدعي، كأنه بيحط أنا بقول يعني مبررة يعني بقول مبررة وبغض النظر، ولكن فعليا إذا أردنا نتكلم عن الدوافع فدون أدنى شك ولا يؤمن بحل الدولتين. وبالتالي مسألة إجهاض حل الدولتين لابد أن يكون هناك اضطراب في الأراضي الفلسطينية التي ربما تشكل القاعدة الأساسية لبناء الدولتين. والنقطة الثانية والأكثر أهمية أنه نتنياهو معروف يعني حالة الحرب بالنسبة لحالة من استمرارية البقاء حتى يعني يهرب إلى الأمام مسألة المساءلة وكثيرا من القضايا الخلافية المتواجدة. أيضا هو يرى من وجهة نظره يعني كل قنبلة كل رصاصة معناها دقيقة أكتر لي هو في السلطة. بالضبط، وأنا أؤمن بذلك. ولكن الملفت للنظر أنه يوف جالانت يعني اللي هو وزير الدفاع، يعني أنا كنت أتوقع رغم أنه كل التقارير بتقول أنه خلاف في هذا الموضوع ما بينه وما بين نتنياهو، إلا أنه هو يؤيد العملية في الضفة، يؤيده ويده بقوة، ويقول يجب، وهذا كلام وزير دفاع وليس كلام شخص آخر، يقول يجب أن تكون الضفة آمنة، الضفة آمنة ونستطيع أن نتحرك بها بأمان. أي يبحث بين قوسين، يعني هدف العمليات الأساسية في الضفة هي لتحقيق الأمن والأمان لتحرك القوات بالتعاون مع السلطة وفقا لتصريحها يعني. ولكن عندما يعني نشاهد التقارير ونشاهد الأفلام، عملية تجريف البنى التحتية، عملية تجريف الشوارع بالضبط تشابه المشهد في غزة. يعني يكاد يكون كأنه بحاول يهدم البنية التحتية والأساسية لفكرة الدولتين، انه ما هو هذا اراضي غير قابله للعيش فيها اصلا، وكانها دعوه امشوا يعني ترحيل للفلسطينيين. دكتور اعتقد النوايا هي هاي، يعني اعتقد النوايا الفعليه هي هاي، ولكن مجسد على شكل عمليات نشهدها في الضفه. وتعرف كانت الضفه هادئه يعني في هذا الموضوع. طب يا فندم، عرفنا كمان انه في تحليق لطائرات اسرائيليه برضه في الشمال وبالذات في منطقه جنين. طب هو يعني الطائرات هتعمل ايه؟ يعني عايز اقول احنا المعارك لازم تكون على الارض، لانه في الاخر هي منطقه مدنيين، فانما الطياره ممكن تقصف تدمر مساحه كبيره قوي. يعني وفقا للسلوك العسكري الإسرائيلي، خلينا نحلل في طريقتهم. أنا قرأت تقرير أيضا يقول أن هناك قناصين أيضا، ليس فقط طائرات، يعني هناك حالة تثبيت على الأرض. وتعرف أنه لا توجد قطاعات أصلا في ضفة حتى تقاتلهم، ولكن هناك الفصائل لديها يعني نسميها مجاميع منفردة، أي عض وهرب يعني، وليس عمليات قتال مستمرة رغم أن القتال موجود، ولكن طريقة القسام أو ربما سرايا القدس يعني الفريقين حماس والجهاد يقاتلون بهذه الطريقة، سلوكهم العسكري هو هذا. وبالتالي يعني ربما كان يفترض أن تجنب يعني الضفة هذا الموضوع، لأنه رد الفعل الطرف الآخر معروف. يعني أنت اليوم إذا تسألني كيف يفكر القادة الإسرائيليين، كيف يفكر نتنياهو بالقتال، فهو هذا السياق أو هذا السيناريو اللي حصل في غزة بيعمله بالضبط هو وربما لو أنت تكون قائد عسكري أو سياسي بالأحرى، بدلا من سيتجد فرصة
تجد هذه فرصة وتستثمرها وتعززها حتى تستطيع أن تحقق ربما أهداف استراتيجية تعوض بين قوسين يعني ألم الخسارة في 7 أكتوبر. نقطة أخرى أضاف لها يوف جيلنت اليوم بيقول إحنا ما نريد أن نشاهد 7 أكتوبر آخر يصدر من الضفة، وبالتالي هو مبرر يعني نوع من التبريرات للعملية العسكرية. طب كمان من ضمن ما قيل النهاردة وكأنه هو الحقيقة نفس السياق العام اللي حضرتك بتتكلم فيه، إنه هناك دعم إيراني لقوات ده من وجهة نظرهم أو فصائل موجودة كمان في الضفة، ده منطقي؟ هو المبرر إنه إيران تدعم ليس الفصيلين فقط بل تدعم أي فصيل يطلب سلاح ويطلب قوات ومعدات أو معدات لأجل قتال القوات الإسرائيلية، هذا المبرر بين قوسين. ولكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار الضفة فهي تتشق بالأردن ومنطقة حبيسة من الصعب أن تصلها إيران يعني وتغذي، ولكن ربما في إطار الحرب الأشهر الأولى في غزة ربما استطاع القسام أو ربما استطاعت حماس والجهاد أن تنقل جزء من الجهد العسكري إلى غزة على الى ضفه للحفاظ. هل ممكن من غزه تغزي يعني ده معناه ان انت تعدي عبر اسرائيل؟ هل ممكن تعرف يعني ليست تلك القوات المنقوله، ربما البنى التحتيه مساله المصانع بعض المعامل هذه ممكن يعني تاسس لها وتنقل لها الخبرات، يعني ما انت ما راح تنقل بنى تحتيه ومواد اساسيه، انت راح تنقل الخبرات وتمكن تاسس لها كمصانع ومعامل عامل هناك. وارد جدا هو يعني ولكن يعني هل ممكن يكون في مصانع لا هو في يعني هي من اين تاتي هذه الاسلحه والاعتده اللي تقاتل فيها؟ ده كلام اسرائيل ولا ده تحليل الموضوع؟ لا هذا واقعي، هناك قتال المقاومة الفلسطينية هناك يعني ناشطة وتقاتل وقتال يعني ضارب بمعناه، لأن هذه المنطقة بالنسبة لهم وفق للتقارير الإسرائيلية هي مكان يعني أو مواقع نشطة بالنسبة للحماس والجهاد. طب زي ما حضرتك أشرت دكتور إنه مفيش ليهم ممر بحري وكان هي منطقة حبيسة. المنطقة هي منطقة حبيسة. هو هيوصلوا أسلحة يعني غير اللي حضرتك أشرت إليها، هل في أنفاق برضو ولا فكرة الأنفاق مش موجودة؟ منطقيا سياق العمليات للقوى اللامتناظرة أو لمجاميع المقاومة بهذا الشكل يعني تستخدم تحت الأرض أكثر ما تستخدم فوق الأرض، وبناء اتساق هذه التنظيمات بعقيدة العسكرية لحزب الله وعقيدة العسكرية لإيران فهم خير من يجيدون التعامل ما تحت الأرض، وربما تكون هناك أنفاق يعني استطاعوا أن ينقلوا إليها. ولا ننسى يعني الضفة هي جزء من الأراضي الفلسطينية، يعني هناك تقارب وهناك تجانس وأيضا هناك ربما تعاون ما بين الأطراف. يعني بعض التقارير يا فندم زي مثلا دعوت أخرانوت بتقول أن العبوات الناسفة في مخيمات الضفة تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر، هل من الممكن أنه يتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر في الضفة بنفس نقول إيه التأثير اللي كان موجود في غزة؟ بلا شك المناطق المبنية هي مناطق حرجة بالنسبة للقوات النظامية منطقيا في السياق العسكري هكذا، يعني ربما لا يمكننا الجزم أن هناك قوة عسكرية نظامية استطاعت أن تنتصر على قوات غير نظامية إلا في حالة واحدة اللي هي الأرض المحروقة كما شاهدنا في غزة يعني، ولكن تقع عوامل القوة متواجدة، حقائق القوة موجودة في كل الأحوال. نظام المعركة اللي تستخدم القوة اللامتناظرة في هذا الاتجاه هي مجاميع صغيرة، عملية الإغارة، الكمائن، وهذه سهلة بالنسبة للقوة الصغيرة اللامتناظرة اللي هي قوة المقاومة على شكل مجامع، ولكن بالنسبة للقوة النظامية هي قوة ثابتة سهلة الاصطياد بالنسبة لها وقابلية المناورة صعبة بالنسبة لها في يعني محور أولا بيئة مجافية يعني عسكريا وأمنيا، وثانيا منطقة ليش هو دي يجرف بالنسبة لي، لماذا دي يجرف المناطق حتى يجد له ساحة مناورة وساحة رمي تمكن من معالجة الفصائل أو نقول المجاميع المسلحة التي تهاجم في ذلك.